بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على المحاضرة الخامسة من مهارات العرض والتواصل. احنا الموضوع النهاردة أول حاجة هنتكلم عنها delivering a presentation. في حاجة اسمها ال 5 stage format، ودي بتبقى متكونة في البرزنتيشن بتاعتك من 5 أجزاء. أول حاجة منهم هي حاجة اسمها ال pre intro، ودي بتبقى معرف فيها اسمك، مثلا اسم البرزنتيشن، انت جاي منين، لو في مثلا دكتور المشروع مثلا اسم دكتور المشروع ايه، معلومات اسينشال عنك، ودي بتبقى اول سلايد بتبدأ بيها. بعد كده بنخش في المرحلة اللي وراها وهي الانترو. الانترو بتاعتك وهي بتبقى مقدمة عن الموضوع. ممكن المقدمة عن الموضوع دي تحوي الموتيفيشن، مثلا انت بتعمل كده ليه، باك جراوند او هيستوري مثلا عن الموضوع، على حسب التوبك اللي انت بتتكلم عنه بيختلف الانترودكشن بتاعته بتبقى شكلها عامل ازاي. بعد كده بنخش في الجزء اللي وراه هو المين بودي. المين بودي بتبدأ تلست فيه البوينتس بتاعتك اللي انت جاي تتكلم عنها، 1 2 3 وهكذا. بعد كده الجزء رقم 4 هو السامري، وهي الناس بتبقى بعد ما بتخلص بتبقى محتاج ان انت تقول سامري او سام اب كده، ملخص انت كنت بتقول ايه. بعد كده الخطوة الأخيرة وهي conclusion، انت بتقول كده ليه بقى، يعني ايه الهدف من ورا ان انت كنت بتحكي كل البرزنتيشن بتاعتك، فبتعمل conclusion، وده برضو بيبقى سلايد او حاجة. ال elements اللي انت بتبدأ تاخد بالك منها وانت بتعمل delivery البرزنتيشن، اول حاجة ال style of delivery، وده هنتكلم عنه كمان شوية. وبعد كده understanding your audience، انك تبقى فاهم الناس اللي انت بتتعامل معاها، ايه اعمارهم السنية، ايه الثقافة بتاعتهم، الناس ايه الباك جراوندز بتاعتها، التعليم بتاعها مثلا كان ايه، بيفرق وانت بتتكلم وعارف مين، لو انت بتتكلم وانت مش عارف هما مين. برضو لازم تشوف الفينيو بتاعتك او المكان، ايه التجهيزات بتاعته من وصلات، كابلات، كهرباء، سماعات مثلا، الصوتيات بتاعته شكلها عامل ازاي، بحيث تتزنقش فيه في النهاية وانت بتعمل الدليفري. طيب نخش بقى على موضوع الدليفري ستايلز. الستايلز اوف بريزنتنج بتبقى ليها 3 طرق، واحدة منهم بنقول عليها ميمورايزد، والتانية بنقول سكريبت اند ريد، والتالتة بنقول عليها كوكرز. هنبدأ ناخد واحدة واحدة كده ونتكلم عنهم بالتفصيل شوية. الميمورايزنج وهي ان انت تبقى حافظ الكلام ومسمعه اكتر من مرة بالنسبة لك، وتقف على الستيج بدون ما انت ماسك اي حاجة في ايدك وتلقي الكلام بدون اي مساعدات. طبعا الكلام ده ممكن يكون صعب شوية، بس بيخلي الناس تبدأ تحس ان كلامك ده ناتشورال، انت بتطلع الكلام من غير ما تبقى ماسك حاجة في ايدك، ما بتقراش من حاجة مثلا، فالناس بتحسك اكتر، الكلام بيوصل اكتر للناس، وده بيديك كريديبيليتي عالية وانت بتتكلم معاهم. ولكن في مشكلة بقى صدنا في الموضوع ده، وهي ان ساعات الكلام بيهرب منك، يعني ما بتبقاش قادر تأجست الوورز بتاعتك. ممكن يكون الكلام سريع قوي او بطيء قوي، ودي مش هتعرف تتحكم فيها. ممكن برضو لو انت حصل ان انت لوست، او ان انت الدنيا تاهت منك، ممكن ما تعرفش تجيب انت كنت فين، الفوكس او ان انت تركيز بتاعك برضو لازم يكون عالي جدا عشان تقدر تعمل الميمورايزنج دوت. في طريقة تانية وهي ريدنج سكريبت. الريدنج سكريبت ده ان انت تكون كاتب كل حاجة وتبدأ تقول من الكتابة اللي انت ايه اللي انت كاتبها. طبعا حاجة زي كده ممكن تكون كويسة وانت بتقرأ اخبار مثلا، او بتقرأ كوت مثلا بتاعت عالم معين قال كلمة فبتقرأ، انما لو في بريزنتيشن وانت بتقرأ من سكريبت الناس هتبدأ تمل منك وهتحس ان انت مش قادر تفهمك. في طريقة تالتة بقى وهي الكوكارز، ودي اشهر طريقة، وهي ان انت يبقى معاك ورق في ايدك او حاجة ما
بتبقى كاتب فيها نقط تفكرك انت المفروض تقول ايه، وتبقى كاتبها بخط عريض ببونت كبير. البونت ده مش كاتب فيها كل الكلام اللي هتقوله، ولكن انت كاتب بس النقط اللي انت ايه عايز تفتكرها. وممكن تكتب شوية حاجات تيبس كده لنفسك، ان مثلا بعد السلايد دي في بريك، او ان السلايد الجاية فيها حاجة الفلانية، عشان تبقى مجهز نفسك هو الدنيا بعد كده فيها ايه. وانتوا لو تلاحظوا مثلا المقدمين البرامج بتاعت التوك شو مثلا الحاليين، بيبقى ماسك في ايده ورق كده كبير، حاطه في ايده، والورق ده بيبقى ظهره اللوجو بتاع القناة مثلا، وفي وشه اللي هو قدامه بيقرا منه بيبقى فيها الكلام اللي هو المفروض هيتكلم عنه. ممكن ما بيبقاش موجود بالنص، وهو ده المطلوب في الكوكرز، ان هو ما بيبقاش موجود بالنص، ولكن بيديله هو ناوي يقول ايه او المفروض يمشي ازاي عشان ما يتوهش. فطبعا ايه دي بتبقى افضل طريقة انها تقدر تحسسك ان انت ناتشورال، وفي نفس الوقت الكلام ما يهربش منك. طبعا بيبقى في جايد لاينز كده تعمل بيها الكوكرز بتاعتك، منها مثلا انت لازم تكون مرقمهم، لازم نكتب في صفحة واحدة، ما ينفعش تكتب في الصفحتين او في الناحيتين من الكوكارد، ما ينفعش الكوكارد يكون فيها كلام كتير والا تفقد معناها، لان الكلام هيبقى صغير ومش هتعرف تقراه. لازم يبقى الكلام بخط كبير وواضح تقدر تشوفه. فانت لازم يبقى معاك عدد من الكوكرز اللي ايه اللي كل واحدة مكتوب فيها حاجة. مثلا الانفورميشنز اللي انت بتقولها لازم يبقى ايه، تبقى مراعي فيها الالوان، مراعي فيها الهايلايتنج، اكتبها بالطريقة اللي انت تقدر تستجمع فيها المعلومة بتاعتك. ممكن تحط فيها التوقيتات، يعني انت ممكن تقول لنفسك مثلا ان انت مش هتاخد اكتر من دقيقتين في الموضوع ده، او لو في حتة هتقف فيها هتقول ان تكتب لنفسك ان انت هتقف في المكان ده. طبعا ده هيساعدك جدا ان انت تبقى مركز وقادر تتكلم وتوصل المعلومة للايه للناس. الكلام ده له ادفانتجز كتيرة طبعا للكوكرز. اولا انت الناس هتحس ان انت بتتكلم بناتشورال فوكابولري، الانفورميشن هي بتاعتك انت اللي بتتكلم. ممكن انت تتحرك بعيد بقى مثلا عن الشاشة مثلا او حاجة، لان انت معاك الكوكارز في ايدك. ممكن توري الناس انت قد ايه فاهم، لان انت بتقول بوينتس انت كاتبها لنفسك، وده هيخليك تركز. الكريديبيليتي، فليكسيبيليتي، ان انت تقدر تغير في الكلام، ممكن تناقش الموضوع باكتر من طريقة على حسب بقى ايه تجهيزك للموضوع. انت ممكن تونك يعلى ويقل زي ما انت عاوز، وممكن هنا في الوقت ده تعمل اي كونتاكت كويس وتقدر توصل بيه ان انت ايه الناس تبقى مقتنعة بالكلام اللي انت بتقوله. ده كده يبقى احنا خلصنا النهاردة المحاضرة رقم 5.